آسفين ياسمين، بس أنت استبعدتي من المسابقة، ما كان الحظ محالفك، حظ أوفر بالمرة الجاية. ياسو شربي. ياسو معقولة؟ قاعدة عم تبكي كرمال هدول العالم لك كلهم مجانين، ما بيستاهلوا تزعلي مشانهم. أنا المجنونة مو هم، يلي كل مرة برجع بروح لهنيك بدون ما أخجل. أنا ما بعرف أي شيء، لك أنا ما عندي عقل، أنا كتير سطحية وتافة. لكن معقول إني حبه لسانديب بس بيوم واحد؟ شفتي شو قال لي؟ قال لي إنه بيحبني قبل ما تطلع النتائج، وهلأ شو عمل فيني؟ هو تخلى عني وما فرق معه شي، وأنا خسرت بالمسابقة وطلعت برا. يا سو أنتي مجنونة؟ شبكي يا سو، اهدي، ما في شي مستاهل، خلصنا. مين هنن اللي يقيموكي؟ ما في حدا احسن منك. بتعرفي جاي على بالي روح اضربه لسانديب على نص خلقته. شفتي المقياس اللي عندهم لهدول الناس؟ عم يسألوك عن الحلويات، هذا همهم. يا سو حاجة تبكي، انتي بنت منيحة، لكي بكرة ممكن يجيكي احسن منه بكتير. حاجة تبكي بقى، خليكي قوية وما تهزك شغلة صغيرة، يمكن يحبك شخص كرمال روحك الحلوة. لازم تكوني صبورة. كل الأمور طالعة ضدها، بدها تفرق ياسمين عن حلمه، قلب تيجو أو حتى شجاعة فاتح، وهو ناطر ياسمين برا على باب الفندق. خلينا نشوف شو حاملة الأيام من أحداث. اسمعي، كل شي صار رح يكون خير إليك، وبعدين رح يجي شخص يحبك كتير، مو كرمال لبسك ولا إنجليزيتك، رح يحبك وبس. وقفي، ما رح تزحزح من هون لحتى أقابلها، حتى لو اضطريت أبقى كل الليل سهران. ماشي، استنى رح اشتري أكل وإجي. ايه ماشي. يا سو وقفي، استني بدي حاكيكي شوي. ليك اسمعيني شوي اختي. لك شو بدي اسمع تيجو؟ انا مو مرتاحة ابدا هون. يا سو وقفي شوي. انا اللي كان لازم اطلع بدالك. تيجو ساندو، انتي ما رح تروحي على كندا، رح تجي على بيتي. طيارة وسافر بعد فترة قصيرة كتير. لوين؟ على كندا. كندا.
طيارتي يلي رح تاخذني على كندا. آسفين بنات، آسفين ياسمين، بس انتي استبعدتي من المسابقة، ما كان الحظ محالفك. انتي ما خسرتي أبداً، لأنه الخسارة والربح هن جزء من هي الحياة، والرابح الحقيقي هو يلي ما بيستسلم. ليك الشيء اللي انتي بتحبي انك تعمليه مستحيل حدا يقدر يمنعك عنه. إذا طلع أول باب مسكر، في باب تاني أكيد رح يكون مفتوح، وإذا طلع التاني مسكر ساعتها ضربي الباب برجلك وافتحي الباب وفوتي. الله داني يا ما جنا أروها دي سوغات ميرا نام لكينا بلا तेरे सपनों की दुनिया में घर है मेरा जिंदड़ी के सदके दिलबर है मेरा वारियां वारियां जान वारियां 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 जान वारियां 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 मैं जान वारियां बाबा दे दे कुदरत की तेरी ओर खींचती तू सामने है रहता जब आँख मीचती हारियां हारियां मैं सब हारियां दे देश में नवा उडारियां दे देश में नवा उडारियां दे देश में يلا لازم نمشي بسرعة بنتي هذا اليوم كتير مهم بالنسبة إلك لا تفكري بشي زعلك انتي لازم تربحي ايه بس ماما لا تنسي ياسو خسرت ساتي فهمية لتيجو رح نخلي ديراج هون ليديروا بالهم على بعضهم ستي ترترتتا ترترترتتا رحبوا كلكن معي بياسمين ساندو بدون ما ينتبه فاتح دل ياسمين على الطريق الصح لتبدأ من جديد بس الطريق هاد هو يلي رح يقرب ياسمين من فاتح شو عم تعملي هون؟ إذا أجيتي معنا هلأ يمكن تزعل أختك خلص رؤي خلص أمي هلأ مو وقت تزعل أبداً وإلا سانديب رح يهرب من قدامنا أنا بعرف مقولة بتقول إنه إذا الباب الأول كان مسكر عادي لا تزعل في باب تاني رح يكون مفتوح وإذا كمان طلع مسكر اكسره إذا طلع الأول مسكر أكيد في باب تاني وإذا طلع التاني مسكر ساعتها ضربي الباب برجلك وافتحي الباب وفوتي بس ياسو لا تنسي إنه هاد الباب بالذات سانديب قفله بقوة ستي لا مو سانديب هديك أمه أنا شو بدي بأمه ستي أنا إلي بس بسانديب ومفتاح قلبه موجود معي أنا بس ياسو فكري كمان مرة أنا قررت مرحبا رجعنا من جديد شباب وصبايا هي آخر جولة لمسابقتنا وبهي الجولة رح يكون في مقابلات من طرف الشباب للبنات بس رح تكون مقابلات عائلية هي الجولة ضفناها هي السنة لأنه العلاقة ما بتكون بس بين الزوجين كمان بين العيال أربعة فدان؟ بس بالملف مكتوب 40 فدان 40؟ هنن 40 فدان بس هدول الأربعة اللي منستخدمهم
وروبي عنده هالعادة البشعة انه بينسى بينسى كتير على طول. هي مشكلته من هو وصغير ما تغير. ألو أمي، في مشكلة. طلعت أرضن بس 4 فدان. شو؟ كنا عم نحاول نوقعهم بس صار شوية أخطاء وهنن اللي وقعونا بالفخ. خاطرت كتير كرمال غير ملفتي يجوا لحتى يرفضوها كلهم، بس هلأ حتى لو انرفضت ما رح نستفيد شي أبدا. خلاص اتركها أبني، يلا فورا وتعال لحتى ندور على غيرها، على وحدة تناسبنا. بالأول خليني شوف تيجو وقت تخسر. أنا مبارح ما نمت كل الليل بسبب يلي عملته أنت. وحياتك يا ياسمين، مو أنا يلي رفضتك، أمي رفضتك. وكيف بتخليها هي تاخد القرار؟ طيب ما بعرف شو بدي أعمل. ليك اطلع على عيوني، اطلع. أنا كنت عم ابكي الليل كله وما قدرت نام ولا ساعة. آسف ياسمين، ومن كل قلبي كمان. لك أنا ما رح أتزوج غيرك. عن جد؟ والله أنا حطيت المنبه على 7. ليش ما رن؟ أنا بسببك ما قدرت شوف ياسو. لا تتضايق أخي، إلا ما هلا إياه، أنت ما تتوتر. وبالمناسبة أنتوا قلوبكم مرتبطة ببعضها. تشرب معي شاي وبعدين منلاقي إياه. لا ما بدي شاي، ليك عم فكر أرجع على البيت، وهنيك رح أحكي مع أمي وخليها تعزم عائلة ياسمين يجوا لعنا. عن جد؟ إيه بس أنا برات الحفلة هلا. إيه بس ما في ولا شرط بالمسابقة رح يمنعني أتزوج حدا خسر. مشان أمك شو؟ خلص لا تقلقي مشان أمي أبداً، ولكون صريح معك أكتر، هلأ رح روح على الحفلة فوراً وأرفض كل البنات كرمالك أنت. توعدني؟ طبعاً. ياسمين؟ ألو؟ يلا جاي فوراً. فاتح؟ ياسمين؟ ها؟ ياسمين هون، لك قوم شوفها. وينها؟ هي كانت هنيك. والله شفتها واقفة هنيك. هذا الشيء بيعني إنها مشاركة بالمسابقة. أنت جنيت؟ هي ليش لحتى تشارك؟ ما بعرف، ممكن عيلتها حابين يجوزوها على كندا. تيجو تيجو، شوفي شو عطاني. ياسو، شو هاد؟ هدية العرس. العرس؟ اوه اختي، عرسي وعرسك رح يصيروا سوا، ونحن الاثنين رح نسافر على كندا. انتي ما فهمتي علي؟ تيجو تصوري، بعد المسابقة فورا سانديب وامه رح يجوا لحتى يطلبوا ايدي من اهلي. اخيرا كسبت فيزا على كندا وكسبت حب حياتي ورح نسافر أنا وياه. تيجو أنتي قلتي لي إنه أنا رح لاقي الشخص اللي يحبني أكثر من أي شيء تاني بالحياة، وهلأ إجا سانديب. انخلق إلي، أنا أول ما شفته حسيت إني انغرمت فيه كتير. أختي ألف مبروك، خليكي عم تضحكي. هاي إذا ضليت عم أضحك كل نهار العالم رح يفكروني مجنونة. شو حلو، أنا رح أتزوج سانديب وتيجو رح تتزوج مان بريت. شو يلا قليلي، قديش حبيتي لمان بريت أختي؟ ياسو، في عالم بتحب الشخص قبل الزواج وعالم بعد الزواج، وأنا بعتقد أنه رح حب زوجي بعد الزواج. وأخيراً صار الوقت للنتائج النهائية، بدي أطلب من كل البنات يطلعوا على المسرح. بعد شوي رح توصل النتائج لعنا. يا ترى مين رح تكون المحظوظة يلي رح تتزوج وتعيش بكندا؟ وهلأ صار وقت يجوا الشباب، تفضلوا.
تعال استنى شوي أخي. لقيت شيء؟ لا لسه أخي. عم تبعت رسائل بالغلط للبنات؟ أنا بعرف منيح كيف أتعامل مع اللي مثلك، بس الحكي تبعك هاد بتقوله للشرطة. لحظة يا أنسة، لك أخي هي نفسها. قصدك عن هديك؟ لك غريبة، هي شو جابها على الحفلة؟ فكرتها مميزة. ليك شو طلع حلمة بالآخر. طلع حلمة تسافر على كندا. يلا لك لحظة شوي أخي، خلينا قاعدين. نسيت إنه نحن جايين لحتى نلاقي ياسمين؟ والله حنلاقيها، بس استنى شوي. من بريد أولاخ. تتزوجيني؟ البلد هي بحاجتنا، أنا رح ضل ببنجان، ما بحب كندا. أنسة تيجو، اخترناكي لتاخدي هاي المنحة، بالتوفيق. إذا كندا من الخيارات، ليش لحتى تختاري بنجاب؟ لأنه أنا بحب بنجاب، وهي الأفضل أكيد، بس صدقني أنا ما رح أكسر قلبه، ما رح أقدر، هذا هو حلمه. سيد مامبريت، تفضل لعندي. شوفي، بعتذر بس هلأ اجانا معلومات انه كل شي كاتبته الأنسة تيجوب ملفة هادية اللي معي غلط ومانو صحيح. يعني في بالملف معلومات غلط؟ هي المعلومات مو بس منا، حتى عائلتها حاولوا يخبوه علينا. وهلأ حسب القوانين تيجو ساندو مستبعد من المسابقة. نحن لازم نكون عنيدين بتحقيق أحلامنا، بس إذا أحلامنا غلط الأحسن إنه تطلع من المكان. خلينا نشوف هن أحلامهم لوين رح توديهم. بابا رجع. أيوة أيوة. يلا تعي. يلا. ليش متضايقين؟ شو تيجو؟ هنن ما اختاروكي؟ الظاهر كان في حدا عم يدعي انك تخسري لانك انت بنت كتير حلوة. استني لشوف لك شو الموضوع. لا مو هيك صار ابدا، ما في حدا عم يدعي علينا، بس افراد عيلتنا ما بيتمنوا لنا الخير بنهم، نحن اللي عم نأذي حالنا.
ما فينا نتهم حدا إنه بيتمنى لنا الشر ونحن عم نعمله بحالنا. نحن ما منستاهل نفوز. لا يا تيجو، أنت غلطانة. ألف شاب بيتمنى يتزوجك. لا تزعلي، هاي مسابقة. وصدقيني يا بنتي، أنت ست الصبايا. قلي لنا تيجو شو صار؟ سألوها إلها، ضحكت علي وحطت كرامتي بالأرض وعملتني مسخرة. أمي فيكي تقليلي ليش عملتي فيني هيك؟ إذا كنتي مو واثقة فيني، أنتي ليش رحتي لهنيك وطلبتي المساعدة وعملتي هالشي؟ بعملتك أنتي مو بس كسرتيني، أنتي كمان كسرتي كرامتي ودمرتي حياتي. لا تحكي هيك، خلص اعتبري ما صار شيء، لسه الحياة قدامك. طيب بابا اسألها خليها تقلك ليش عملت فيني هيك. قليلي ليش حطيتي 40 بدل 4 وليش كذبتي قديش راتبي وكمان عمري؟ مين طلب منك تعملي هالشغلات؟ لا يا تيجو، أنا ما عملت شيء من هاد. صدقيني ما بعرف مين عمل هيك وغير المعلومات. اللي عملته كتبت 40 بدل 4 وباقي المعلومات ما بعرف. ما عملت غير هيك بس لبنتي تفوز، لأني بحبكن وبدي إياكن تكونوا أحسن العالم، بس ما كنت بعرف إنه رح يصير هيك. وهي نتيجة اللي عملتي، تبهدلنا بالمسابقة. لا بنتي، تيجو اسمعيني بس دقيقة. أمي ياسو، خلاص كل شي انتهى أبي راز. ياسو لا تبكي. شو لازم ساوي؟ كان سانديب بلش يعجب فيني وكل شي منيح، وبعد كذبة واحدة تغير كل شي وانقلبت الحكاية. انتي السبب، الحق عليكي بكل شي صار. لا يا بنتي، ياسو ياسو. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.